تنويه بسيط قبل ابدا الفيديو، اذا كنت مشترك في قناتي عشان فيديوهات التوب 10 او التوب 5 فهذا الفيديو ما راح يهمك. هالفيديو موجه لنصف مشتركيني اللي مهتمين بكول اوف ديوتي بلاك اوبس زومبي، فاي الفيديو القادم راح يكون توب 10 ان شاء الله، واذا كنت مهتم بالزومبي فيلا استمتع. اقل من 3 اسابيع وراح نلعب زومبي بلاك اوبس كولد وور. شفنا الاعلان وشفنا سامانثا بالاعلان واكدنا انه هي سامانثا، وبهالفيديو جاي اكد لكم انه راح نشوف ريكتوفن بزومبي كولد وور. فيلا خلينا نبدا. هذا الفيديو برعاية لعبة كامل داش، لعبة جدا بسيطة وممتعة من مطورين عرب، والشيء الحلو انها لعبة مجانية موجودة على الايفون اندرويد وهواوي، وما فيها مشتريات داخلية نفس كل العاب العرب الموجودة حاليا. فاذا مهتم تنزلها شيك اللينكات الموجودة بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي شباب، سويت فيديو من اسبوعين تقريبا كان عنوانه كل شيء تحتاج تعرفه عن زومبي بلاك اوبس كولد وور. ضروري تشوف هذاك الفيديو قبل تشوف الفيديو، فاذا ما شفته شيك اول تعليق مثبت وروح شوفه وبعدين ارجع شوف الفيديو، لو شفته خلاص شوف الفيديو الحين على طول. اوكي شباب، مثل ما نعرف انه الشخصيات بالزومبي ما راح تكون شخصيات اساسيه، ما راح يكون دورها مهم، لانه راح تكون اوبريتر تختارهم من قبل تفوت على الجيم. نفس البيتا بالمالتي بلاير، قبل تفوت على اللعبه تختار الشخصيه، بس اذا كانت التسريبات صحيحه و99% التسريبات صحيحه فهذا الوضع مو مع كل المابات. في ماب الفيتنام راح ينزل مع نزول اللعبه، وهذا الماب راح يكون فيه شخصيات رئيسيه لانه الشخصيات اللي فيهم ممثلين مشهورين، نفس وضع شادو اوف ايفل، ماب اوف ذا ديد وكول اوف ذا ديد. هالمابات كلها الشخصيات اللي فيها كانوا ممثلين مشهورين، فماب الفيتنام راح يكون نفس الشيء، وهذا شيء جدا خرافي لانه بدلنا انه بعض المابات راح يكون فيها اوبريترز عشوائيين نختارهم من برا، وبعض المابات شخصيات رئيسيه. وحتى الاوبريتر او شخصيات المالتي بلاير ما هم عشوائيين، مو والله تختار اي شخصيه وتدخل فيها، لا لهم قصه. نفس ما شفنا باعلان الزومبي الطويل اللي كانت من دقائق، قالوا انه الاوبريتر عباره عن فرقه من السي اي اي او من الاستخبارات الامريكيه باسم روكويام وبقياده ويفر اللي شفناه بالاعلان، وويفر مع اتصال مع سامانثا الكبيره، فروكويام راح يكونوا بقياده سامانثا بس بشكل غير مباشر. وعلى سيره سامانثا الكبيره، هي مين بالضبط؟ هي اي سامانثا؟ هي سامانثا اللي شفناها بنهايه بلاك اوبس 4 لما حلينا لغز تاك دير انتوتن. خليني اقول لكم اللي صار بنهايه قصه الزومبي ببلاك اوبس 4 عشان تتذكروا، عشان الناس اللي نسيوا. شخصيات الزومبي، شخصيات بريمس اللي هم ريكتوفن، نيكولاي، تاكيو، ودمسي، كانوا علقانين بدائره لا نهائيه. بيبداوا الدائره بالحرب العظمى، بعدين اورجنز، بعدين ريفيليشن، وبرجعوا للحرب العظمى مره ثانيه، وبيضلوا يعيدوا بهالدائره. احد الخطوات بهالدائره اللي هو بعد ديتسبون وشيما يروحوا على سجن القطراز، ياخذوا انابيب الدم من ريكتوفن المختبر، ويرجعوا على ديتسبون وشيما كامل الدائرة. إذا ودك تعرف تفاصيل كل شيء صار بهالدائرة فسويت فيديو مدته ساعة و40 دقيقة، راح تلاقوا رابطه أول شيء موجود بالوصف أو بنهاية الفيديو، روحوا شيكوا عليه وراح تعرفوا التفاصيل كلها اللي صارت بالدائرة، وإن شاء الله راح أسوي جزء ثاني لتكملة شرح قصة الزومبي قبل نزول بلاك أوبس كولد وور. المهم نرجع لموضوعنا اللي شفناه ببلاك أوبس 4، إنه هذه المرة لما الشخصيات راحوا على سجن القطراز من جيتسبون وشيما علقوا بسجن القطراز وما قدروا يطلعوا، وعلقوا بتخطيط من ريكتوفن المعركة العظمى ومن تخطيط الشادو مان. فلما علقوا هناك وما رجعوا على جيتسبون وشيما انكسرت الدائرة اللي كانوا عالقانين فيها للأبد، هالمرة انكسرت وطلعوا منها. وعشان يطلعوا من سجن القطراز أو بلود اوف ذا ديد كان لازم ريكتوفن إنه يضحي بحاله، لأنه دم ريكتوفن كان مليء بالعنصر 115 من كثر ما سافر في العوالم والأبعاد الزمنية. فريكتوفن ضحى بحاله، وإجا ريكتوفن المعركة العظمى، انضم للشخصيات، ونيكولاي صار هو القائد وصار هو يقرأ كتاب الكرونوميوم. الكتاب حكى له إنه لازم يروح على ألفا أوميجا أو نيوك تاون زومبي عشان ياخذ شغلة اسمها الإلمنتال شارد، وهنيك دكتور ماكسس بيكتشف إنه دكتور مونتي شرير، هو قاعد معاه في البيت، فبقرر دكتور ماكسس انه ينقل سامانثا اللي هي بنته وادي اللي هو ريكتوفن الصغير من البيت من عند دكتور مونتي لعند الشخصيات بالفا اوميجا، ودكتور مونتي بس يكتشف هالشيء بيذبح دكتور ماكسس. بعدين كتاب الكرونوميوم بيقول لنيكولاي انه لازم يضحوا بحالهم هم الشخصيات الصغيره والشخصيات الكبيره عشان خلاص ينتهي الايثر، ينتهي الشر، ينتهي الابوثيكن ودكتور مونتي وهالكلام كله، يروح على الدارك ايثر وتسكر كل العوالم والابعاد الزمنيه وما يضل الا عالم واحد ما في اي مشاكل. فبيستعمل شخصيات ترانزيت بتقدر انتوتن عشان يجيبوا له كم قطعه، هالقطعه بيساعدوه عشان يسوي هالشيء. فبعد ما يجيبوا له هالشيء بيحط سم بيسمم الشخصيات كلها الصغار والكبار، وبعدين بيعطي مسدس لسامانثا وبيحكي لسامانثا عشان تذبحه، وبعدين سامانثا وادي بيروحوا للعالم الجديد اللي خلاص ما له اي علاقه بالايثر ولا الابوثكن ولا اي شيء، الاشياء هي كلها راحت للدارك ايثر. والمفروض هذا العالم اللي راحوا عليه سامانثا وادي الصغير هو العالم الوحيد ما في غيره، وهذا العالم ما فيه اي مشاكل وراح تمشي فيه الحياه بشكل طبيعي. فمين سامانثا وريكتوفن الصغار؟ سامانثا هي نفس سامانثا اللي بنشوفها بمون، كانت شريره وكذا،
بعدين بحل لغز مون بتروح لجسم ريكتوفن، بعدين ببلاك اوبس 2 لما نحل اللغز بنحررها من جسم ريكتوفن الكبير، بعدين بيجي دكتور مونتي بياخذ روحها بيطهر روحها من الابوثيكن والدارك ايثر وهالكلام كله. فهي سامانثا اللي شفناها بنهايه بلاك اوبس 4 واللي شفناها حاليا كبيره موجوده بزومبي بلاك اوبس كولد وور. وتذكروا انه سامانثا بنهايه بلاك اوبس 4 كان معها ايدي او ريكتوفن الصغير. من وين اجى ريكتوفن الصغير هذا؟ ريكتوفن الكبير من بعد ذا جاينت راح على شادو اوف ايفل، اخذ السمنن كي، بعدين راح على بعد ولا مره شفناه بقصه الزومبي، بعد اسمه 2210 راح هنيك قتل ريكتوفن الصغير، اخذ روحه بالسمنن كي وبعدين وداها عن البيت لعند دكتور مونتي. طيب انا ليش قلت لكم هالكلام كله عن ريكتوفن؟ لانه بماب الفا اوميجا ببلاك اوبس 4 ريكتوفن بريمس بيحكي لنا جمله جدا مهمه، هالجمله راح تفسر كل شيء قاعد يصير بكولد وور، ليش الدارك ايثر رجع للعالم الكويس وليش خطه نيكولاي فشلت. ريكتوفن بيقول انه لما راح على البعد 2210 وقتل ريكتوفن الصغير واخذ روحه كانت تجربه جدا قويه، انه قاعد يقتل طفل صغير بريء ما عنده اي شيء. بعدين بعد ما قال هالجمله قال انا حاليا ما عندي روح ولا ريكتوفن الكبير عندنا روح، كل ارواحنا كل نسخ ريكتوفن متجسده بالريكتوفن الصغير اللي هو ايدي. فحاليا العالم الجديد اللي شفناه بكولد وور مفروض يكون بامان. ليش؟ لانه ما في العنصر 115، ما في عوالم او ابعاد اخرى تاثر على هالعالم، ما في ابوثيكن، ما في دكتور مونتي، ما في شادو مان، لانه خطه نيكولاي كان انه يودي كل هالاشياء على الدارك ايثر. فالشيء الوحيد الموجود حاليا هو الدارك ايثر بس مسكر مخفي عن العالم، ما في اي طريقه انه يدخل على هالعالم الا عن طريق شيء واحد اللي هو روح ريكتوفن. مثل ما قلنا من شوي هذا العالم بكولد وور زومبي هو العالم اللي راحوا عليه ريكتوفن وسامانثا الصغيره، وشفنا سامانثا الكبيره كبرت وريكتوفن الصغير كمان موجود بهالعالم وكمان كبر وصار نفس عمر سامانثا تقريبا. بس هذا ريكتوفن جديد اول مره نشوفه، ما هو ريكتوفن التيمس تبع بلاك اوبس 1 ولا ريكتوفن بريمس تبع اورجنز وبلاك اوبس 3 ولا ريكتوفن مختبر ولا ريكتوفن المعركه العظمى. هذا ريكتوفن جديد وحتى ممكن اصلا ما يكون عالم وما يكون دكتور، ممكن كبر بهالعالم مهندس او بزنس مان. ففعليا هي نظره جديده على ريكتوفن وشيء جدا خرافي. فمثل ما قلت لكم من شوي انه ريكتوفن بالفا اوميجا قال انه ارواح ريكتوفن كلها متجسده بهالولد الصغير، فهذا معناه انه روح ريكتوفن الكبير متجسده فيه، وروح ريكتوفن الكبير كانت بالدارك ايثر، كان جوا الهرم ويتحكم بالايثر، وروح ريكتوفن الصغير اللي هو بريمس كمان متجسده فيه، وريكتوفن الصغير روحه او دمه مليان بالعصر 115 من كثر ما سافر بين الابعاد الزمنيه. فهو السبب الرئيسي انه الشر والابوثيكن عم بيطلعوا من الدارك ايثر لهالعالم الكويس اللي ما فيه اي شيء. مو هو السبب الوحيد كمان، مثل ما شفنا بالقصه انه في مجموعه جديده باسم اوميجا، هي مجموعه تابعه للاتحاد السوفيتي او الروسيين، وهالمجموعه عم بيحاولوا يفوزوا بالحرب البارده على امريكا، وعندهم علماء عم بيحاولوا يفتحوا بوابات لعوالم اخرى وكذا ومن هالكلام كله عشان يستعملوها لينتصروا على امريكا ويفوزوا بالحرب البارده. فعن طريق التجارب تبعهم هي اللي شفناها بالاعلان رح يعطوا فرصه للابوثيكن والشر اللي محبوس بالدارك ايثر انه يطلع ويفوت على هالعالم، ولما يشوفوا انه في ريكتوفن اللي روحه اصلا متاثره من الدارك ايثر هالشيء رح يساعدهم اكثر واكثر. مشان هيك طلعوا وشفنا انه صار في زومبي ومشاكل بهالعالم الجديد. وباعلان او كاتسين بدايه لما في الزومبي القادم داي ماشين شفنا سامانثا عم تحكي مع ويفر بالفون بوث او بغرفه التلفون، وشفنا بلقطه بالاعلان لثواني معدوده في شخص مشي جنب سامانثا، وكان جدا غريب انه طلعوه بالكاتسين وركزوا الكاميرا عليه وحتى سامانثا قاعده تطلع عليه. وبعدين لما سامانثا طلعت من الفون بوث وراحت شفنا انه في سياره على اليمين اشتغلت وعم تلحق سامانثا، فممكن هذا الشخص راعى السياره وصار يلحق سامانثا. فالناس متوقعين انه هذا الشخص هو ريكتوفن. ممكن حد يقول طيب اذا هذا كان ريكتوفن كيف سامانثا ما عرفته؟ سامانثا بالفون بوث وشافته بوضوح. ممكن مجرد توقع انه لما كانوا هم وصغار وراحوا على هالعالم الجديد اتفرقوا، كل واحد ربي بمكان بعيد عن الثاني، وسامانثا لما كبر ريكتوفن ما عرفته، يعني الشخص لما يكبر شكله يتغير. بس ريكتوفن بيعرف انه هي سامانثا وبيعرف انه في شيء غريب قاعد يصير، فمشان هيك قاعد يلحق سامانثا بشكل سري. وسامانثا عم بتقول لويفر انه الاشياء هي قاعده تتكرر مره ثانيه، قصدها على الزومبي. فهي متذكره هي وصغيره انه في زومبي وفي نيكولاي وفي داكتر انتوتين وهالكلام كله هي متذكرته، فهذا معناه انه كمان ريكتوفن متذكر هالكلام، مشان هيك قاعد يلحق سامانثا لانه شك هالاشياء قاعده تنعاد مره ثانيه. نصيحه، تشوفوا اخر فيديو زومبي سويته كان عنوانه كل شيء تحتاج تعرفه بزومبي كولد وور، شرحت فيه هالكلام كله بالتفصيل. فاي تقريبا نقدر نتاكد 100% انه راح نشوف ريكتوفن مره ثانيه بزومبي بلاك اوف كولد وور، ممكن نشوفه فقط بالكاتسينات نفس ويفر وسامانثا، وممكن بالمستقبل نلعب فيه وبس ريكتوفن، ما راح نشوف تاكيو ديمسي ونيكولاي للاسف. واخر شيء حاب انوه عليه اللي هو انه مؤدي صوت ريكتوفن اللي هو نولان نورث سوى فيديو وقال انه ريكتوفن ما راح يكون موجود ببلاك اوف كولد وور. فالسبب من وراء هذا الشيء يا اما انه غيروا مؤدي صوت ريكتوفن نفس ما غيروا مؤدي صوت فرانك وود، جابوا مؤدي صوت جديد، واتمنى هالشيء لا، لانه مؤدي صوت ريكتوفن جدا رهيب ومتاكد ما في اي حد ثاني فيه يسوي نفس صوت ريكتوفن الخرافي نفسه. يا اما ريكتوفن راح يجي بعدين، يا اما بماب الزومبي الثالث او حتى بنهايه زومبي بلاك اوف كولد وور، ويكون حماس للجزء القادم
القادم، فإلى الآن ما تكلموا مع مؤدي الصوت لأنه ما يحتاجوا حاليا. فلأن الشركة ما كلموه إلى الآن، هو توقع أنه خلاص ريكتوفن انتهى بزومبي بلاك أوبس كولد وور، بس الشركة ناويين يكلموه بعدين، وأشوف هذا السبب هو الأرجح. فيا شباب هالفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات آرائكم، وبس كان معكم شركيال، شوفكم كيشكم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.